النهارده هنتكلم عن الاريثمز والاريثمز اي مين باي اريثمز لوس اوف ذا نورمال ريجولار ريذم. والنورمال ريجولار ريذم ده طالع من الساينو اتريال نود. الساينو اتريال نود هي البيس ميكر فانكشن بتاع القلب, والساينو اتريال نود دي بتديسشارج الامبلسز, بتبقى كوندكتد للاتريو فنتريكولار نود, ومن الاتريو فنتريكولار نود بتبقى كوندكتد للفنتريكل ثرو ذا هيس بيركنجي سيستم. الهيس بيركنجي سيستم بيوصل النبضة بسرعة كافية بحيث ان الفنتريكلز تقدر تنقبض كلها at the same time from apex to base. فبالتالي وجود الريجولار ريزم ده بيساعد اولا ان الاتريال كيك تبقى efficient, والاتريال كيك لما تبقى موجودة بتساعد على الليفت فنتريكلر فيلينج, وبالتالي الليفت فنتريكلر فيلينج كل ما كان كويس كل ما كان الفنتريكولار كونتراكشن كويسه اكوردنج تو ستارلينج لو, وبنبريزرف الكاردياك اوتبوت. الاريثمز او النورس لوس اوف ذس نورمال ريذم اللي هو يتراوح من 60 ل 90 ات ذا ريستنج ستيت, بيسمح ان هو الهارت ريت يزيد مع الاكسرسايز ويقل مع النوم. لو زاد الهارت ريت مع الاكسرسايز المفروض انه يزيد 220 ناقص الايدج اوف ذا بيشنت, ده الماكسيمم المسموح به للناس اللي هم مش اثليتكس. يعني واحد عمره 40 سنه 220 ناقص 40 يبقى لغايه 180 مسموح له لما يعمل اكسرسايز الهارت ريت يعلى لغايه 180 دقه في الدقيقه. لو هو مش تريند مسموح لغايه 90% من الرقم ده اللي هو 90% من الايدج ماينس 40 من 220 ناقص الايدج, وبالتالي ده الماكسيمم هارت ريت اللي ممكن الانسان يوصل له اثناء الحركه اليوميه. بينما واحنا نايمين الهارت ريت بتاعنا بيقل, واحنا لو شفنا هولتر مونيتور ولقينا العيان بيجي له هارت بلوك مثلا اثناء النوم ما فيش انديكيشن ان انا راكب له بيس ميكر, لان الهارت بلوك ده اكسبكتد ان يبقى سكند ديجري هارت بلوك او فينكبخ فينومينال يتحصل اثناء فتره النوم, لان الفيجاس بيبقى عالي وكل الفيجال تون ما عالي كل ما الهارت ريت قل وكل ما الكوندكشن سيستم الفانكشنز بتاعته قلت. هنقسم الاريثمياز لنوعين من الاريثمي, برادي اريثمي وتاكي اريثمي. البرادي اريثمي ممكن تكون ساينس برادي كارديا, وده ممكن تبقى دراج انديوست او من ميكزيديما او هايبوثايرويد ستيت او اثليتكس, وتلاقي الهارت ريت 50 55 45 ودول بنشوف الريسبونس بتاعهم للاكسرسايز. لو عملنا اكسرسايز والهارت ريت بتاعهم زاد فخلاص اتس اوفر, لان معناها ان الفيجا اللي هو الدوميننت, ولو زاد مع الاكسرسايز يعني مع السمباثيتك ده ما فيهوش مشكله وهي نيد نوت تو بي تريتد. بينما النوع الثاني من البرادي اريثمز السيريس بقى اللي هو الكومبليت الهارت بلوك. والهارت بلوك زي ما كلنا عارفين ان هو 3 جريدز, جريد 1 او فيرست ديجري هارت بلوك اللي هو البي ار مجرد طويله, بي ار طويله اكثر من 200 ملي سكندز. السكند ديجري هارت بلوك نوعين اللي هو موبتس 1 وموبتس 2, موبتس 1 اللي هو الفينكبخ فينومنا, وموبتس 2 هو البارشال هارت بلوك اللي هو 2 تو 1 او 3 تو 1 كوندكشن ديفكت. ساعات من السكند ديجري تايب 2 ده يبقى الهارت ريت قليل قوي اقل من ايفن الكومبليت, يعني بيبقى في ايفي سينكروني موجوده انما كل دقيقتين تعدي واحده او كل ثلاثه تعدي واحده. فبالتالي لو الهارت ريت 80 هيبقى الفنتريكولار ريت 40, لو 90 و 3 تو 1 هيبقى 30. فلو سيمتوماتيك في السكند ديجري تايب 2 هارت بلوك ده لازم برضو نركب بيس ميكر لو سيمتوماتيك. الثيرد ديجري هارت بلوك ده كومبليت ايفي ديسوسيشن, ودول احنا لازم نركب لهم بيس ميكر لان غالبا بيبقوا سيمتوماتيك. ولو العيان اللي مركب بيس ميكر ده عنده اجكشن فراكشن كويسه ممكن نركب دول تشامبر بيس ميكر لو في اتريال كيك كويسه, لو ما فيش لو في اتريال فيبريشن بنركب سنجل تشامبر بيس ميكر. بينما لو الاجكشن فراكشن اقل من 50 لو ركبنا بيس ميكر الهارت الكاردياك فانكشن هتقل, وبالتالي دول بنركب لهم سي ار تي. دي سي ار تي عشان افويد ان احنا نعمل ار في بيسنج بس, وبالتالي نؤدي الى ليفت فنتريكل ديسفانكشن نتيجه وجود الليفت باندل برانش بلوك اللي هتتعمل من ار في ايبيكال بيسنج.
ده بالنسبه للبريدي اريزمز. البريدي اريزمز زي ما قلنا في نوع فيسيولوجيكال مع النوم والاثليتكس، وفي نوع باثولوجيكال مع الهارت بلوك فيرست وسكند وثيرد ديجري. النوع الثاني من الاريزمز الزملاء هيتكلموا عليه ان ديتيلز، انما انا هديكم التقسيمه الكبيره. الاريزمز دي يا اما تكون الفنتريكولار اريزمز، يعني معناه ان الفوكس اللي عامل الاكتوبيك اريزميا دي موجود في الفنتريكل، وديت فيري سيريس اريزميا وموست بروبلي اتيز اسوشيتد ويز كاردياك ديزيزز ادفانسد ستيجز، او الناس اللي عندهم اسكيميا او مايكوردال انفاركشن، ودول بيتعالجوا يا اما بابليشن يا اما بيتعالجوا باي سي دي. والاي سي دي اللي هو الامبلانتبل كارديوفيرتر ديفيبريليتور بيبقى لايف سيفنج، لان وجود الفنتريكل تاكاردا ويتش مي ديجنريت ان ذا فنتريكل فيبريليشن بتحتاج انها تبقى ترمينيتد، لان العيان لو اوت اوف هوسبيتال مش هيتلحق، لان 50% اوف ذا مورتاليتي بتاعت حالات المايكوردال انفاركشن بتحصل اوت اوف هوسبيتال بيفور ريتشينج ذا هوسبيتال. يعني احنا اللي بنشوفه في المستشفيات ده 50% من الحالات بتاع المايكوردال انفاركشن، بينما ال 50 الباقيين لسه بيموتوا في بيوتهم او قبل ما يوصلوا للمستشفى. النوع الثاني من الاريثمز السوبرا فنتريكولار اريثمز، ودي نوع اخف كتير جدا وما هياش لايف ثريتنينج ولا حاجه، انما اتس 3 فورمز اوف سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا: اوتوماتيك اتر تاكيكارديا، واي في نود ري انترنت تاكيكارديا، واي في ريسيبريكيتنج تاكيكارديا. الاي في ريسيبريكيتنج تاكيكارديا يوتيلايزنج اكسسوري باثوي اللي احنا كنا بنقول عليه وولف باركنسون وايت سيندروم. وولف باركنسون وايت سيندروم بيبقى في اكسسوري باثوي بيفاسيليتيت الكوندكشن من الاتريم للفنتريكل وبيعمل ري انتري سيركت، ودول لازم يتعالجهم عن طريق ان احنا نعمل كي. الناس اللي عندهم اكسسوري باثوي دول في حاجه مهمه يجب ان احنا نذكرها، هم ممكن يجي لهم سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا وممكن يجي لهم اتر فيبريليشن. لو جالهم اتر فيبريليشن كل الكوندكشن هيبقى على الاكسسوري باثوي ويعمل وايد كومبلكس اتر فيبريليشن. الناس اللي عندهم وايد كومبلكس اتر فيبريليشن ممنوع ان انا استعمل دراجز بتشتغل على الاي في نود، لان الدراجز اللي بتشتغل على الاي في نود هتوقف خالص الكوندكشن على الاي في نود وهتخلي كل الكوندكشن بتاع الاتر فيبريليشن ثرو الاكسسوري باثوي، وبالتالي الاكسسوري باثوي ده الكوندكشن فيه اول اور نان. اول اور نان يعني يوصل للضربات كلها، فعشان يوصل للضربات كلها الاتريوم بيبقى في الوقت ده 400 500 هيدخل العيان في فنتريكولار فيبريليشن، وبالتالي تبقى وان اوف ذا لايف ثريتنينج اريثميز. صحيح هي بناين بس ات مي بي تيرن تو وان اوف ذا سيريس فنتريكولار اريثميز. يبقى الاكسسوري باثوي ده لازم يتعمل له كي، خصوصا لو في تين ايجر، وقلنا ان الفيميلز دول لازم يتعمل لهم كي ايرلي انف عشان الفيميلز في التشايلد بيرنج بيريد بيبقوا معرضين ان هم ديورينج بريجننسي يحصل لهم الاريثمياز دي، وبالتالي تبقى وان اوف ذا سيريس كومبليكيشنز. الايفن نودر انترا تاكاردا السكسس ريت فيها اعلى من 99% والريكرنس ريت اراوند 5%، وبالتالي حتى دلوقتي تلاقوا الشركات ما فيش حد بيطلع انتي اريثميك دراجز وورلد وايد اللي تشتغل على السوبرا فنتريكولار تاكارد، لان خلاص الكلاس 1 انديكيشن ليفل اوف ايفيدنس اي ان انا اعمل ابليشن للحالات دي الاكسسوري باثوي والاوتوماتيك انتر تاكاردي والايفي نودر انتر تاكيكارد. نيجي بقى للنوع الثالث من الاريثميز اللي هو الاتر فيبريليشن. الاتر فيبريليشن 10% of the normal population above the age of 70 years عندهم atrial fibrillation with no structural heart disease. واحنا لو هنقسم الاتريال فيبريليشن لنوعين، نوع with structural heart disease ونوع without structural heart disease. اللي with structural heart disease غالبا بيبقى مع mitral valve disease او left ventricular failure او dilated cardiomyopathy او pericardial disease او myocardial disease. فدول علاجهم علاج الاندرلاين كوز. اللي ما معهوش ستراكشر هارت ديزيز ده بيبقى لون اتريال فيبريليشن اللي كنا بنقول عليه، وممكن يبقى فيجال انديوس وممكن يبقى سمباثيتك انديوس وممكن يبقى لون من غير لا فيجال ولا سمباثيتك ولكنه ريليتد للايدج. خطوره الاتريال فيبريليشن تتمثل في حاجتين: اولا لوس اوف ذا اتريال كيك،
ثانيا thromboembolic complications. Loss of the atrial peak بيقلل cardiac output بنسبة كبيرة لأن left ventricle في aged people والناس اللي عندهم left ventricular hypertrophy بيبقى معتمد على left ventricular filling معتمد على atrial peak وبالتالي cardiac output بيبقى قليل نتيجة إن starting low ما بيشتغلش. الحاجة التانية بقى بالإضافة لأن إن إحنا عندنا atrial fibrillation سواء بقى هي سببتها الهارت فيلير ولا الهارت فيلير هو اللي سببها النتيجه بتبقى واحده ان العيان الفانكشنال كلاس بتاعته بتقل وبالتالي الريفرشن تو ساينس ريزم از مانداتوري ان ذيس بيشنت. الاتري فيبليشن الخطوره الثانيه بتاعتها الثرومبوليك كومبليكيشنز لان وجود الابندج والستيزز اللي بيبقى موجود جوه الليفت فنتر الليفت اتريوم والابندج اللي بتبقى هاربرنج سام ثرومباي فبتؤدي لان الثرومباي دي تتكون جوه ليفت اتريوم وبالتالي ممكن تامبلايز لاي حاجه من السيستميك سيركيليشن سواء سيريبرال سيركيليشن او بريفيرال سيركيليشن وكتير قوي شفنا من الحالات ديت الامبلايزيشن ريت بيبقى فيهم عالي والكومبليكيشن ريت. فانا عشان اعمل جود مانجمنت للعيان بتاع الاتريال فيبريليشن يا اما اعمل ريذم كنترول يا ريت كنترول. الريذم كنترول سواء بدراجز او بابليشن والريت كنترول غالبا بتبقى بدراجز او بايفينودال موديفيكيشن وانما في كلتا الحالتين لازم يكون في انتي كواجليشن بروبر مونيتور سواء بالفيتامين كي انتاجونست او بالنيو اورال انتي كواجلانتس علشان نعمل جود بروتكشن فور ذيس بيشنتس. بشكركم.